هذه طريقة مبسطة في الرسم بمسحوق الفحم. تأتي بمسحوق الفحم، تأخذ بأصابعك قليل من مسحوق الفحم وتضعه على الأماكن العميقة في الوجه. ثم تبدأ بالفرك والمسح ونشر المسحوق حسب ما تعلمته في دروس التظليل. بالطبع كلما تضغط بأصابعك على المسحوق سيعمق وسيغمق، وبأصابعك تظلل وتدرج الظلال حسب تشريح الوجه. ثم يمكنك أن تضيف بأصبعك مسحوق أكثر على المناطق العميقة الداكنة التي تريد أن تعمقها، وهذه بالطبع هي إحدى طرق تعلم النحت بالطين، وسوف أفرد لكم يوما أعلمكم فيه كيف تنحت رأس بالطين. أحبتي، قبل البدء يجب أن تكون لديك عجينة مساحة وقلم كارتون للمساعدة. وممكن معرفة كيف تحصل على مسحوق الفحم يمكنكم مراجعة الفيديوهات السابقة التي عملتها كيف تحضر مسحوق الفحم. الآن بمساعدة قلم الكرتون أزيل وأسحب قليل من الفحم من الأماكن التي أريد أن تظهر أقل ظلالاً، أو بمعنى أفتح المناطق الغامقة مثل أعلى الجفن العلوي، وبمساعدة عجينة المساحة أيضاً أحاول أزيل وأظهر المكان الأبيض مثل بياض العين والجفون، وأيضا بالمساحة أزيل قليل من الفحم من المناطق المضيئة مثل الجبهة وعلى رأس الأنف والشفتين السفلى خصوصا والوجنتين. مهمة هذه. ثم أحاول أن أخطط بأصابعي الكمة اللي في أعلى الرأس وتظليلها بهذه الطريقة. الآن أستخدم قلم الكرتون بغمسة في المسحوق، وأخذ كمية في رأس القلم الكرتون لأرسم الشفتان والعيون والحواجب، أخططهم.
ثم يجب التأكيد على الأعماق الداكنة في جمجمة الوجه، المناطق الغائرة، وهكذا تبدأ عملية البناء من خلال التأكيد على الظلال. ملاحظة، لابد أن تكون عندك جهة ظلال غامقة، أما في اليسار أو في اليمين. بالتأكيد الآن وهنا نأكد على جهة يسار الوجه، وبالتالي التأكيد على مساقط الظل الساقطة. هذا هو الآن الوجه، وجه شاب بدون شارب ولا لحية، ولكن عندما ولكن عندما تريد أن تعمل له لحية فعليك ما يلي: برسم اللحية باستخدام أصابعك وقلم الكرتون ومساحة العجينة. الآن يتطلب منك الدراسة التشريحية المتأنية للوجه، وهو الرسم بالتأني والصبر، دراسة عضلات الوجه بقلم الكرتون هذا، وهو التأكيد الدقيق على الضوء والظل. أحبتي، سأقوم بعمل درس خاص وفيديو خاص جديد أشرح لكم بدقة كيف تستطيع أن تعمل التفاصيل الدقيقة للوجه. أما قبعة الرأس التي تسمى الكمة فتقنيتها بسيطة، باستخدام المساحة والفحم. وتستمر باستخدام المساحة في إظهار بناء اللحية والشارب. باستخدام عجينة المساحة وعود الفحم.
أحبتي أرجو أنكم قد استمتعتم بهذه الطريقة، طريقة الرسم بمسحوق الفحم. لا تنسوا أن تضعوا لايك وأن تنشروا هذا الفيديو بين زملائكم. مع تحياتي دكتور صبيح كلش.